في كل مراحل كفاحنا الوطني من أجل التحرر والبناء والتنمية يظهر دائماً أمامنا السؤال الصعب: كيف يرانا العالم؟ كيف تقيم وتقدر شعوبه مواقفنا وجهودنا من أجل السلام والاستقرار؟ هل يصل خطابنا الإعلامي للرأي العام؟ أستاذ الإعلام والخبير الدولي في دراسة الرأي العام الدكتور أيمن منصور ندى. لا نستطيع أن نتغافل عن مصالح الدول ولا نستطيع أن نتعامل بحسن نية مع كثير من المخاطر. الرأي العام ليس له ثقل في توجيه السياسة الخارجية للدولة؟ لا يستطيع رئيس ولا يستطيع سياسي أن يقاد عن طريق الرأي العام. في العلاقات الدولية ما فيش عدالة في منطق القوة. عن قضايانا العادلة وعن صورتنا في عيون الآخرين، عن رجل الشارع والإعلام الأمريكي وكيف يرانا. حوار جديد في حديث العرب من مصر الليلة 7 مساء على قناة مصر الأولى.